تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن. فبعد فوز التونسي مكرم العقروت بلقب أفضل باجيت في باريس، أكدت صحيفة لو باريزيان أن القصر الرئاسي الفرنسي لم يتصل بالخباز التونسي لكي يقوم بتزويد الإليزي بخبز الباجيت، وذلك على خلفية منشورات تم تداولها ونسبت إلى حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، واتهم بسببها بمعاداة فرنسا. قالت الصحيفة أن الرئاسة الفرنسية اتخذت القرار أمس الاثنين، وأوضح الإليزي وفق الصحيفة أن دعوة الفائز في المسابقة إلى دخول القصر لا تتم بشكل أوتوماتيكي. كما أكدت الصحيفة أن العقروت قد تغيب يوم السبت عن حفل تسلم جائزته، فيما ندد محامي بما وصفها الحملة المغرضة التي طالت طبعا موكلة، ورفض التعليق على نسخ من المنشورات المتطرفة المنسوبة لعقروت. طبعا عقروت كان ضيفنا قبل وتناقشنا وياه، البعض يقول انه والله لا، لانه هذه عنصرية من الفرنسيين واليمين المتطرف الفرنسي، اللي خمس خبازين توانسة هم اللي فازوا في السنوات الأخيرة بأفضل باجيت. لكن البعض الآخر يقول هو متطرف، عموما الريال ما راح الفكره انه هو كان متحمس يعني، فاجئنا بوجهه نظره يعني مع إيه؟ بمعاداه لفرنسا، حصل كمان على الجنسيه العام الماضي، ما هذه في تناقض في الموضوع.